سنتين ثلاثة ويجاوب. يلا يا أستاذ حسن، معك 3 سنين تجاوب وخمسين ساعة وعشرين هلله. تفضل يا ابني، حيا الله حبيبنا عادل منور. يا ربي جاوب على السؤال يا رب. على فكرة جوجل نايم دلوقتي وفي 20 وفي عز النوم يعني أصلا. وبعدين على فكرة متجوز بقاله أسبوع في ليلة الدخلة، يعني مش هتلاقي جواب، مش هتلاقي جواب في جوجل. ذهبتني كربلاء ما لا 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 إن لا جئت تقول من هكذا، لا تقول هكذا. باب حيا الله معادنا لوز منورين. وزعوا البث يا وز اخو، ولا التموا على البث وزعوا يا اخو، التموا على البث وزعوا يا اخو، التموا أنا وزعت. ونصورها على هو فكرة الأستاذ اللي معنا ونشرناها. مات على الجست يا باشا، ومات على الجست ولا إيه؟ طمن عليك. لا تقول هذا الكلام، انه يبحث في جوجل وجميع مواقع الانترنت واليوتيوب وكلهم نايمين. طمن عليها يا شيخنا، لا يكون الولد فقد الوعي السلام ولا عليكم. شوف الدم شغال، القلب شغال، الو الكلية شغال. الو، انا اتصل، سأنا راح اتصل. الو السلام عليكم، معك حسن من العراق. نعم سيدي، اريد جوابا بسرعة، انني في موقف حرج. نعم سيدي، نعم. ما السؤال؟ السؤال يقول: لماذا سكت علي بن ابي، بسرعة وطي صوتك، وطي صوتك، وطي صوتك. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. نعم يعني لا حول ولا قوة الا بالله. متكلم مع المهدي، ده المهدي نفسه نايم اصلا مش صاحي دلوقتي. استنى نعمل ايه بس، لا حول ولا قوة الا بالله.